إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله. فيديو اليوم بإذن الله هو عبارة عن إعلان حول توظيف 2870 منصب لحاملي شهادات البكالوريا أو التقني المتخصص بعدة جماعات محلية والمؤسسات العمومية والجماعات، الترشيح قبل 22 دجنبر 2021. إذن الوظيفة ماروك أمبلوا بيبليك كونكور ريكروتمون 2021. غنمشي لكم مباشرة الإعلانات. كونكورات جداد في الجماعات القروية، باغين يوظفوا في مناصب وتخصصات مختلفة. كونكورات جداد في الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، آخر أجل هو 15 دجنبر، عدد المناصب المطلوبة 10 ديال المناصب. كونكورات جداد في الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، 11 منصب مطلوب، آخر أجل هو 17 دجنبر 2021. خبر صار للطلبة بالدبلوم الإجازة أو الماستر، كونكورات جداد في الوكالة الوطنية لتقنيين المواصلات، آخر أجل هو 12 دجنبر 2021، براتب ابتداء من 7000 درهم. إعلان عن حملة توظيف في عدة تخصصات بمراكش، الدار البيضاء، الرباط وطنجة. كونكورات جداد في وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، آخر أجل هو 15 دجنبر 2021. 150 offres de stage rémunérées pré-embauche et PFE au Maroc. فرص شغل هامة للمغاربة براتب يصل إلى 35000 درهم شهريا بدولة كندا. عدد المناصب المطلوبة 120 منصب، الترشيح قبل 8 دجنبر 2021. شركة الاستثمارات البريطانية PwC تعلن عن توظيفات جديدة في التخصصات التالية: فينانس، اوديت، كونتابيليتي. شركة انجليك ماروك تعلن عن حملة توظيف في عدة تخصصات. بشرى للعاطلين، شركة سوماديغ تطلق حملة توظيف للشباب حاملي الشهادات باك بلس دو فما فوق. مؤسسات شبه عمومية تعلن عن حملة توظيف كبيرة بكونترا مرسمة وصالير ما بين 3000 و 7000 درهم. شركة هوندز اند اس ا تعلن عن حملة توظيف في عدة تخصصات. بشرى للعاطلين، مرجان هولدين توظف اطر في عدة تخصصات بالمملكة. شركة فيجيك ايرو تعلن عن حملة توظيف في عدة تخصصات. للشباب الحاصلين على دبلوم استا مطلوب 267 تقني في عدة تخصصات برواتب تصل إلى 6000 درهم شهريا. برواتب مهمة، شركة مروة تعلن عن حملة توظيف في عدة تخصصات. بشرى للعاطلين، شركة أليونز ماروك تطلق حملة توظيف للشباب حاملي الشواهد باك بلس دو فما فوق. شركة فاروك لايتين سيستم تطلق حملة توظيف للشباب حاملي الشواهد باك بلس دو فما فوق. غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة العيون الساقية الحمراء يعلن عن مباريات توظيف في عدة مناصب وتخصصات، آخر أجل 10 دجنبر 2021. شركة بولور ترانسبور أند ديزلوغ جروب تطلق حملة توظيف في عدة تخصصات. شركة جاكوبس تطلق حملة توظيف في عدة تخصصات. مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لويف بي بي تي بغي يوظف حوالي 30 منصب اللي عندهم دبلوم تقني متخصص، آخر أجل 8 دجنبر 2021. شركة مافار تطلق حملة توظيف واسعة لفائدة الشباب في عدة تخصصات. لا بنك بي ام سي او يعلن عن توظيفات هامة للشباب حاملي الدبلومات باك بلس 2، باك بلس 3 وباك بلس 5 بجميع مدن المملكة. شركة جنرال غوتيير تطلق حملة توظيف في عدة تخصصات. خبر صار للطلبة بالدبلوم الإجازة أو الماستر، مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لو اف بي بي تي
باغي يوظف 250 منصب شغل اخر اجل 11 جانفي 2021. شركة ماغريب ستيل تطلق حملة توظيف في عدة تخصصات بدون ديبلوم وبراتب يصل الى 3000 درهم شهريا، مطلوب 900 عامل وعاملة كابلاج سيارات بعدة مدن. الوظيفة العمومية مباريات لتوظيف 845 منصب للحاصلين على الدبلوم دوغ او الاجازة او باك بلس 5. كونكورات جداد بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي اخر اجل 11 دجنبر 2021، براتب 4000 درهم 32 فرصة عمل سائق شوفور حاصلين على اي رخصة سياقة. كونكورات جداد في وكالة تنمية الاقاليم الشرقية اخر اجل 13 دجنبر 2021. جديد للشباب، كونكورات جداد في المكتب الوطني للسكك الحديدية LONCF اخر اجل 8 دجنبر 2021. كونكورات جداد في مجموعة تهيئة العمران والشركة الملكية لتشجيع اخر اجل 10 دجنبر 2021. 120 offres de stage rémunérées pré-embauche PFE au Maroc. شركة فيجيكورا أوتوموتيف موروكو تعلن عن حملة توظيف في عدة تخصصات براتب ابتداء من 15000 درهم. إعلان عن حملة توظيف في عدة تخصصات بمراكش، الدار البيضاء وطنجة. شركة سيراي ماروك يطلق حملة توظيف واسعة لفائدة الشباب في عدة تخصصات. توظيف 367 أستاذ للتعليم الخصوصي حاصلين على الباك أو الدبلوم أو الإجازة براتب 3000 درهم شهريا. شركة جنرال غوتيير تعلن عن حملة توظيف في عدة تخصصات. إذن إخواني أخواتي، كان هذا بعجالة أهم الإعلانات اللي تم إدراجها مؤخرا ببوابة رسمية من أجل فرص العمل. كنتمنى حظ موفق لجميع الطلبة والباحثين عن الشغل والذين يودون تغيير الشغل وتحسين وضعيتهم الاجتماعية. كان معكم محبكم في الله عمر من قناتكم عمر بغيف. رجاء وضع تعليق والضغط على زر الإعجاب والمشاركة. شكرا لكم وحظ موفق للجميع. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.